بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إبراهيم لما حققت الزهد في الدنيا؟ قال بثلاثة أشياء. الفانية. رأيت القبر موحشا ولا أجد مؤنسا. الفانية. رأيت القبر موحشا ولا أجد مؤنسة. الفانية. فكر في حالك حين انقطع النور كهرباء ويحيط الظلام بك من كل ناحية وأنت في حجرتك في بيتك وحدك. رأيت القبر موحشا. الفانية. ولا أجد مؤنسا. ورأيت الطريق طويلا ولم أحمل الزاد. ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيا يوم القيامة وليس معي حجة ولا أجد من يدافع عني. ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيا يوم القيامة ولا أملك حجة ولا أملك حجة ولا أملك من يدافع عني ولا أملك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا بيتك يا عبد الله، ماذا فعلت من أجله؟ ماذا صنعت لهذه الأيام؟ هل من الآن الواحد منا استعد يؤثث هذه الغرفة بالعمل الصالح، بالدعاء، بالصدقات، بالذكر، أم أنه والعياذ بالله ضيع أيامه ولياليه؟ فكر يا عبد الله، مصيرنا هنا في هذه الحفرة المظلمة، في هذه الحفرة الضيقة. البرزخ لا بد منه، إما نعيم وإما جحيم. احرص من الآن أن تستعد. والله لو أجلست في غرفة أو صندوق مظلم دقائق ما تتحمل. كيف بحفرة مثل هذه؟ دقائق يسمع قرع النعال تأتي الديدان تهجم عليه. والله لو رأيت الميت بعد ثلاثة أيام
لا تتحمل ولا تطيق رؤية منظره. استعد لهذه الحفرة وتجهز لهذا المنزل، فإنك لا بد وسكنه. هذه هي النهاية وهذا هو المصير. إن الظلام موحش والسكون قاتل، هذا ونحن نسير بين القبور، كيف بمن يعيش فيها؟ كيف بمن يسكنها؟ كم حولي من معذب ومنعم، كم حولي من معذب يصيح ثم يصيح ثم يصيح، يسمعه كل شيء إلا الجن والإنس، ولو سمع الإنس صياحهم ما دفنوا موتاهم. ومع هذا يتمنى أحدهم لو ظل في قبره ولم تقم الساعة. كم من منعم الآن في قبره سعيد، وربما يتزورون في قبورهم يتمنون قيام الساعة، يعلمون أن المصير أعظم. ماذا يتمنى أحدهم لو خرج الآن من قبره؟ هل يتمنى تقبيل أطفاله أو رؤيتهم أو يستمتع بشيء من أمواله؟ كلا وربي، يتمنى أحدهم لو خرج من قبره ليصلي ركعتين. أخي الكريم، أختي الفاضلة، هذا مصيرنا، هذا مقامنا، هذه نهايتنا. لا يغرنكم بالله الغرور، ولا يخدعنكم بعض أهل الدنيا والغفلة. الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير، لنبدأ اليوم بداية صادقة بيننا وبين الله. إذا أردنا هذه القبور أن تكون على مد أبصارنا ويأتينا من روح الجنة وريحانها، علينا بركعتين آخر الليل، علينا بالصدقات، علينا بقراءة القرآن، بالذكر، بالاستغفار. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن عند الموت لن ينفعك شيء يا أخي الكريم، لا تسوف وتسوف وتسوف بكرة وبكرة وبكرة حتى تنتبه، وإذا ملك الموت عند رأسك. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ هل استعد الواحد منا لهذه اللحظات؟ أخي الكريم، أختي الفاضلة، كل منا يبدأ الآن صفحة جديدة بينه وبين الله، يرفع يديه إلى الله يدعوه: يا رب، يا رب اغفر لي، يا رب تب علي. فإن الله عز وجل هو الغفور الودود. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليك أن ترحم عبيدا ذليلا لديك، إلهي رفعت دعائي إليك أن ترحم عبيدا ذليلا لديك، مقرا بذنب كثير البكاء على زمن في الذنوب انقضى، على زمن في الذنوب انقضى. تجرعت كأس الهوى حسرة، ندمت على كل يوم مضى، علمت بأنك رب غفور، وإنما لأ ذنب مني الفضاء، رحت رحالي على بابك.
رفعت دعائي إليك أن ترحم عبيدا ذليلا لديك. إلهي رفعت دعائي إليك أن ترحم عبيدا ذليلا لديك. مقرا بذنب كثير البكاء على زمن في الذنوب انقضى, على زمن في الذنوب انقضى.